بسم الله الرحمن الرحيم. توكل على الرحمن، توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد. كن دائما متوكلا على الله، كن دائما متوكلا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فدائما متوكلا على الله أي معتمدا عليه، واثقا به، ملتجيا إليه. لا تتوكل على نفسك ولا على أحد من خلق الله، واجعل توكلك كله على الله سبحانه وتعالى، وثق به. والثقة كما يقول ابن القيم في مدارج السالكين هي خلاصة التوكل. فالثقة لا تكون إلا بالله، لا تكون بالنفس ولا بالمخلوقات. الثقة لا تكون إلا بالله، وكيف تثق بنفسك وأنت تقول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ فالثقة التي هي خلاصة التوكل لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد. هذه ثمرة التوكل على الله، أن من توكل على الله كفاه، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وكما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى حسبه؟ أي كافيه، الحسب الكافي. فثمرة التوكل الكفاية، ثمرة التوكل الكفاية، كفاية الله للمتوكل عليه. وأيضا ثمرة أخرى للتوكل ترشد، أي تفوز بسبيل الرشاد وطريق السعادة. ربنا يا